المهم الستيب اللي هنعملها دلوقتي ان احنا هنجوين الاي 6 اي هوستس الى الدومين. هنعمل الكلام ده ازاي؟ موضوع بسيط وسهل خالص. كنت عايز اوريكم حاجه انا وهنساها لو مس... اه شوفوا يا شباب، استنى بس عشان ما انساش، ماشي، هلوج اوف ولوج ان تاني. انا قلت لكم ان في ان الاس اس او ممكن يخليك تقدر تلوج ان على الفي سنتر من غير ما تكتب الكريدنشال، صح؟ خليني بس اوريها لكم. لوج اوت. شوفوا يا شباب، في هنا تشيك بوكس شايفها كده معايا بتقول لك ايه؟ يوز ويندوز سيشن اوثنتيكيشن، بمعنى يوز ويندوز سيشن اوثنتيكيشن، بمعنى ان انا لو عملت التشيك بوكس دي كده علمت عليها، هو اوتوماتيكلي هيكتب لي هنا اليوزر نيم والباسورد اللي انا عامل لوجن بيهم، ولو ليهم صلاحيه في الفي سنتر هيلوجن على طول. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هي ليه اساسا ديمت؟ ليه مش قادر اختارها؟ لان هي بتحتاج بلجن، البلجن دي بتضاف على الويب براوزر اللي انا بستخدمه علشان تخلي الويب براوزر يقدر يديتكت الكريدنشلز اللي في السيشن. نعملها ازاي؟ شايفين تحت خالص بقى في البراوزر، بص انا كاتب ايه؟ داونلود انهانسد اوثنتيكيشن بلجن، دوس كليك عليها. بس انا ما عنديش انترنت هنا او مفصوله دلوقتي النت. اوكي، الخلاصه ان هو دلوقتي هيعمل ريدايركشن على ويب سايت فيم وير، وهي داونلود من هناك، انا ما عنديش نت بس، وهي داونلود من هناك البلجن. خلاص البلجن دي حضرتك تعمل لها انستوليشن وبعدين تقفل الويب براوزر وتشغل تاني، هتلاقي معاك ما علينا ان التشيك بوكس دي بقت شغاله، تعلم عليها صح، هيروح هو اوتوماتيكلي كاتب لك اليوزر نيم والباسورد اللي انت عامل بيهم لوجن على الويندوز، وبعدين تدوس على لوجن وخلصت كده. طيب نرجع بقى تاني لموضوعنا. vm admin@itn.local باسورد. اوكي كده احنا خلصنا الفي سنتر، عايزين نجوين ال A6i hosts الى الفي سنتر، الى الاكتيف دايركتوري عفوا. طيب ايه المميزات اللي هاخدها من ورا كده؟ ان انا اقدر الوجن على ال A6i host سواء ال SSH session سواء ال DCUI سواء ال HTML web interface الكونسول للـ A6i عن طريق او باستخدام الـ Active Directory Authentication. اوكي طيب هنفتح هنا وانا disconnected. يا ما شاء الله، ما علينا، لا ما تركزوش معايا، طيب ادي الـ Accounts، عفوا ادي الـ vSent الـ A6i hosts. ضروري ومن الاساسيات يا شباب ان يكون الـ A6i زي هنا كده، ان يكون ليه host name، يعني لازم الـ A6i يكون ليه هوست نيم. لو انت عندك الـ V الـ A6i زي ده كده joined للـ V center، او عامة الـ A6i ليس لديه هوست نيم، فبالضروري ان انت تدي له هوست نيم. خلاص ندي له هوست نيم منين؟ من هنا كده لو يعني ما عندكش فكرة، بس احنا خدناه في الفيديوهات اللي في الاول خالص، بس هو already ده كده ليه هوست نيم. بس عموما منين؟ من configure، خلاص تحت النتوركينج، تحت ال TCP IP stack اللي هي ال TCP IP configuration على ما اذكر، ايوه تحت ال default stack، تحت هنا كده هتلاقي ال host name، هتدوس هنا يعني هتختار edit، هت edit هنا ال default stack وتدي له host name لو ان انت عندك فيه مشكلة هنا. يعني خلاص انا عندي كده كده انا جاهز. طيب عايزين نجوين ال A6i ده للدومين، نعمل ايه؟ وانا دايس هنا كده مختاره تحت كونفيجر، تحت كده خالص هلاقي فيه اوثنتيكيشن سيرفيسز، شايفين فين؟ اهي كليك. حاليا الاوثنتيكيشن لل A6i فين؟ لوكال. طيب هقول له لو سمحت جوين الدومين، جوين اكتيف دايركتوري دومين، وهنا ركزوا بقى معايا هنكتب الدومين AITN local. ممكن اسيبها كده او اكتب
الاو يو كمان. طب اكتب الاو يو عشان دايركتلي الكمبيوتر اوبجكت يروح في الاو يو فورورد سلاش في ام وير، مش مهم ابر كيس ولا لور كيس هنا. اوكي طيب اليوزر نيم ده اليوزر نيم للاكتف دايركتوري خلاص اللي هيستخدم في انه يجوين، ولازم اليوزر اكاونت يكون ليه صلاحيه انه يجوين الكمبيوترز للدومين. فمثلا هستخدم administrator at aitn.local ده الاكتف دايركتوري administrative account، ولازم يا شباب يتكتب كده بالظبط، لازم يكتب administrator at الدومين بتاعك، ما ينفعش اكتب administrator بس واسكت، ما ينفعش اكتب aitn backslash و administrator. اوكي كده غلط، كده غلط، لازم يكون فول زي كده aitn local كده صح، وباسورد الاكونت باسورد 1 2 3. خلينا نجرب كده ونشوف. اوكي طبعا prerequisite يا شباب لازم اليوزر اكونت، عفوا الجروب اليوزرز جروب اللي اسمه ESX admins، اوريه لكم تاني عشان لو نسيته، الجروب اللي اسمه ESX admins لازم يكون موجود بنفس السبيلنج بنفس الشكل بالظبط، ESX capital واول حرف هنا capital وهكذا، وتحط جواه الممبرز اليوزرات بقى اللي انت عايزه زي مثلا يوزر 1 وفي ام ادمن خلاص. اوكي كده دلوقتي اهو الاوثنتيكيشن شايفين بقت اكتيف دايركتوري والاكونت. خلونا نجرب نلوجن على الاي 6 اي هوست ده باستخدام الاكتيف دايركتوري اكونت. هنروح مثلا هنروح للتيرمينال ابلكيشن زي الباتي ونكتب اسم السيرفر SXI-01 معايا تمام، نكسبت السيرف سايند السيرتيفيكت والاس اس اتش كي يس، اللي لوجن هنكتب الفورمات كالتالي، احنا في العاده بنكتب روت مش هنستخدم الروت بقى دلوقتي، هنكتب النت بايوس نيم للدومين بتاعي aitn backslash والاكونت vm admin لان هو الفي ام ادمن ده ممبر في الجروب وانتر، والباسورد بتاعته كده انا عملت جوين عملت لوجين عفوا اهو عملت لوجين على الاس اكس اي هوست باليوزر في ام ادمن. حلو كده اكسيت عشان اخرج خالص. كده انا عملت جوين، نعمل جوين كمان لباقي الهوست عشان تكون الدنيا واحده. aitn.local forward slash vmware شفاء الضيف اللي بيجي كده من غير من غير دعوة ده ما علينا administrator at v sphere local password 3 نجوين الثالث كمان administrator at v كل كتبه صح. جميل اوكي كده اديله لحظه بس، هو انا غالبا كتبت الكريدنشلز غلط. لا صح 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 مش عارف هو هيبان ده، غالبا انا ممكن اكون كتبت الكريدنشلز هنا غلط، بس طب نشوف اللي فوقه. اوكي ده جوينت، لا راح فين فريش الاخراني ده ادى ايرور لاني كتبت، وحتى التاني كمان ليه تعالوا نرجع تاني كده، يمكن انا كتبت حاجه غلط. aitn administrator at vsphere.local هي دي مش هتفرق، مفروض كابيتال ولا سمول، بس زيادة ايه اكيد خليها زي ما هي مكتوبة. at aitn local اوكي
اوكي ده جوينت الدومين. رقم 3 نفس القصة ادمنستريتور. ده ادفيسفير. لا طبعا ده غلط، ده المفروض هنا مش فارقة بقى ان انا اكتب الدومين. اوكي كده تمام، كده الاكتف كده كله جوينت عندي للدومين بنجاح الحمد لله. نروح نشوف هنا بقى التغييرات كده. ريفرش، لا نرفرش هنا، رايت كليك ريفرش، نرجع تاني هنا. شايفين يا شباب دلوقتي هو ليه ده تحت كده؟ اهو دلوقتي اهو كل اس اكس اي هوست بقى ليه كمبيوتر اوبجكت. طبعا ما تمسحش حضرتك ده كده، لان انت لو مسحته هو مش هيعرف يوثنتيكيت اجينست ال الاكتيف دايركتوري. تمام اوكي كده انا الحمد لله خلصت موضوع. الموضوع سهل جدا، موضوع خطواته بسيطة خالص بس نركز فيها. تمام طبعا الـ SXI host لازم يكون ليه DNS record. الكلام ده من الأساسيات اللي اتكلمنا عليها في الأول خالص، يعني لازم الـ Active Directory الـ SXI يكون ليه DNS record ويكون ليه host name علشان نقدر نجوين للدومين. الـ vCenter كده كده أمر مفروغ منه إن هو بيكون ليه DNS record. خلاص؟ أوكي بس ده كان موضوعنا، شكرا لحسن استماعكم. والموضوع اللي جاي، الموضوع اللي جاي إيه؟ الموضوع اللي جاي ال أديفاين ال users permissions. موضوع بسيط برضو. ال user permissions ده إن أنا أدي بقى صلاحيات جوه ال vSphere. أنا عايز user account يشوف virtual machines معينة، أو عايزه يشوف بس SXI بعينه، او عايزه على الفيرتشوال ماشينز يكون الصلاحيه اللي ليه عليها بس ان هو انه يقدر يفتح بس يفيو كونسول على الفيرتشوال ماشين ويباور اوف ويباور اون. هنعمل الكلام ده في الفيديو اللي جاي او الموضوع اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامه.